خلينا نقول لكم الاهتمام الكبير طبعا من قبل الجرايد بالنهائي الافريقي الحلم الحقيقه، لانه لاول مره في تاريخ الكره الافريقيه في دوري الابطال فرقتين من مصر او من دوله واحده يلعبوا المباراه النهائيه. ما يعني انه البطوله مصريه، ما يعني ان مصر فازت بكاس بكاس دوري ابطال افريقيا لما تربط ده، ما يعني ان مصر ستشارك في كاس العالم للانديه في الدوحه يناير المقبل ان شاء الله. لما تربط ده بترتيب انديه القرن الماضي، ان الاهلي الاول والزمالك برضه ناديين مصريين. يعني الكره المصريه كره محترمه، احنا اللي مش عارفين نحترمها. ايوه احنا لازم نحترم الكوره بتاعتنا. نحترمها ازاي؟ انها تبقى الاكثر تنظيما على مستوى القاره، مستوى الشرق الاوسط. ان الناس زي من زمان ما خدوا خبراتنا عشان يوضبوا احوالهم ويسبقونا. ويسبقونا ليه؟ طب ما نفس الخبرات دي لما بيتاح لها العمل الشفاف الفير هتنتج. ليه احنا الكوره بتاعتنا عايزين نعيشها في هذه الضجه؟ علشان المصالح الفرديه الضيقه. المسا استطلعت رأي بعض الخبراء عن المباراة المرتقبة، قالوا انه مصر كسبانة في كل الأحوال، وان احنا نتمنى لقاء قوي في روح رياضية عالية. ضياء السيد قال لك موسيماني وباتشيكو الأفضل هيكسب، والكابتن فاروق جعفر قال لك التحلي بالروح الرياضية، وأيمن يونس بينتظر صورة مشرفة للكرة المصرية، والكابتن علاء أبو جريشة نريدها بلون علم مصر، وإسلام الشاطر قال لك الفرص متساوية، وهشام حنفي يتوقع الأحمر يفوز بهدفين، ويرد الشيشين على أن الزمالك أفضل وأقرب. مهندس عدلي أثار نقطة في البداية في جزئية الدعوة لعدم التعصب، نبذ التعصب، ودي الدعوة اللي كانت طرحت وهو مش موجود معانا الحلقتين ثلاثة اللي فاتوا. بفكره بمقالة النهاردة أو في جزء من مقالة الأستاذ كرم جبر رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في مقالاته بالأخبار، بيقول مصر أولا لا للتعصب، دعوة لن تؤتي ثمارها بين يوم وليلة، هي فقط نقطة البدء، لن يختفي التعصب بانتهاء مباراة الجمعة بين عملاقي الكرة المصرية، ولكن مطلوب خطة كاملة لمدة عام على الأقل تشمل كل نواحي الحياة السياسية والاجتماعية والثقافية والرياضية لنشر افكار ايجابيه والتصدي لتيارات الاحباط. انا موافق. مش في يوم وليله، وده اللي احنا بنقوله، لكن عايز اضيف عليها والاداريه. انت فاكر لما كنا بنناقش الكابتن صالح وبعدين انت بتقول له رايك ايه في القضيه الفلانيه؟ قال لي انا مسؤول ماليش راي، انا ليا قرار. انا ليا قرار، ازاي اقول راي؟ طب ما انا لو ليا راي ما اخده في شكل قرار. هو ده. مجموعة من القرارات المنظمة الحاكمة الشفافة العادلة التي لا تنظر إلى ألوان ولا تبرر لحد غلطته. ما ينفعش إنك تشوف لعيب غلطان وبعدين يقول لك الحكم ما كتبش. مصر كلها شايف. طب ما في وسائل أخرى. فأنت هو ده الكلام اللي بيخليك في أي مكان إنك أنت تبتدي تهمهم. عايز خطة، وخطة المسؤولين يلتزموا بيها بصرامة. المسؤولين طبعا هم اللي هيقودوا. هم اللي عندهم القرار، هم اللي عندهم قيادة. هو اللي عنده قيادة انه يرفض الغث ويقاومه ويحتفظ بالثمين ويقدره. هو مفيش حل تاني. مفيش حل تاني عشان ننقذ الأجيال القادمة. لما كنا بنقول ماذا نقدم للاجيال القادمه في المدارس اللي عمالين نبذل مجهود جامد جدا، لكن عمالين نقدم لها قدوه بتاخدها في سكه اللي تكسبه العاب وكل واحد ياخد حقه. لا، ما ينفعش. مش شطاره. الشطاره انك انت تبقى قوي من جوه الى درجه انك ما تعملش غير الحاجه الصح. طيب، علشان وانت شاهد على العصر وعلى تطوراته الحقيقه، الاستاذ حسن السكاوي كاتب مقالته ايام مع الاهلي والزمالك، وبينتهي فيها بعد استعراض الايام الجميله واللي كان الوضع السائد، بيختتم بجمله لازم اعرف رايك. كانت اياما جميله وبريئه، لم يكن المجتمع قد لوثته نار الكراهيه، لم يكن شيطان التعصب قد عرف طريقه الى عقولنا في تلك الايام البعيده التي تبدو اليوم كانها من صنع اله الزمن. لسه بقول لك اله من صنع البشر. عشان بقول لك الظلم
والشقاء صناعة بشر. احنا اللي بنتعس نفسنا، احنا اللي بنحول الشيء الجميل اللي المفروض يبسطنا الى شيء يخوفنا. الناس خايفة من كرة القدم دلوقتي، مفيش بيت مش شايل هم. ما هو الكورة بقت هم. يعني ابص كده ساعات لاولادي اقول يا ريتكم ما حبيتوا الكورة. الرياضة بشكل، يا جماعة الرياضة ممتعة. ممتعة وليها 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 بهجة. حتى وانت بتعرى وبتعب وبتخسر وباللي قدامك يقول لك هارد لك، والله العظيم انا اللي كنت لك النهارده. يا اخي كلمه حلوه تخليني اروح حاسس ان انا مبسوط وحاسس ان انا ليا قيمتي. مش المساله مساله ان لو كره جت في العارضه هنا دخلت وكره في العارضه هنا خرجت ان انا وحش والتاني احسن او العكس. ايه علاقه ده؟ حكم ما ادانيش حقي وحكم ادى حد مش حقه، ايه علاقه ده بالكرامه وبالمستوى وبال بنربط ايه بايه؟ نقدر نخلي حياتنا اجمل بتغيير المفاهيم، كلها مفاهيم في السياسه في الدين في 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 في, في الحياه كلها مفاهيم يا استاذ ابراهيم. تقدر تكون انت جالب السعاده او مصدر الشقاء. طيب